رئيس الوزراء الياباني مستر فوميو كوشيدا، مرحبا بك وفي مصر وفي مقر المتحف المصري الكبير. شرف لنا كبير اليوم أن تزورنا في هذا المشروع العظيم والذي مرة أخرى دولة رئيس وزراء اليابان مستر فوميو كوشيدا، مرحبا بك في مصر وفي المتحف المصري الكبير. هذا المشروع العظيم الذي يعد بمثابة نموذج ناجح جدا للشراكة والتعاون بين مصر واليابان، واسمح لي في هذه المناسبة أن أتوجه لسيادتكم ولحكومة اليابان بخالص الشكر والتقدير على مساهمتكم في هذا المشروع العملاق. ونتمنى إن شاء الله كما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون معنا في الافتتاح الرسمي للمتحف، والذي نتطلع إلى تحقيق أو تحديد هذا الموعد بناء على الاتفاق مع دولتكم إن شاء الله. فبنشكر سيادتكم ووجودكم معنا اليوم، وسعدنا بكم في هذه الزيارة التاريخية. في هذه المناسبة أتيحت لي الفرصة لأقوم بمشاهدة جزء من المتحف المصري الكبير، والآن سأتوجه إلى موقع عملية ترميم مركب الشمس الثاني التي تقوم بها منظمة يابانية غير ربحية، وهي معهد ترميم مراكب الشمس. بجانب الأهرام الثلاثة التي تعتبر رموز الحضارة المصرية القديمة، رأيت المتحف المصري الكبير الذي يعتبر رمز التعاون الثقافي بين اليابان ومصر، وتأثرت كثيرا بهذا المشهد، وأتطلع بفارغ الصبر إلى افتتاح هذا المتحف الذي سيكون من أكبر المتاحف في العالم بما يحتوي عليه من كنوز الحضارة المصرية القديمة. وسمعت عن أسلوب عرض جديد في المبنى الفرعي للمتحف ليتمكن الزوار من مشاهدة مراحل عملية ترميم مركب الشمس الثاني، وأعجبت بذلك فعلا. تعاون اليابان من أجل المتحف المصري الكبير يعود تاريخه إلى بداية مشروع بناء المتحف بالاستفادة من القروض بالين، والذي تم التوقيع عليه في سنة 2006، وبعد ذلك امتد التعاون على نطاق واسع لأكثر من 15 سنة بواسطة القروض بالين والتعاون التقني. فمثلا في مركز ترميم الآثار المجاور للمتحف يتعاون الخبراء اليابانيون المبعوثون من قبل وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا مع خبراء الجانب المصري لصيانة وترميم الآثار التي يتم عرضها في المتحف. وبعد سنة 2016 يتم التعاون باستمرار من أجل إدارة المتحف بعد افتتاحه وتعزيز القدرات على عرض الآثار في المتحف. أما الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الذي يتم إنشاؤه حاليا، فقد تم قبل قليل في قصر الاتحادية التوقيع على وثيقة الدفعة الثالثة من القروض بالين، فهذا الخط سيربط وسط القاهرة بمنطقة الأهرامات، فستفتح
تفتتح محطة أمام المتحف المصري الكبير أيضا حسب علمي، وأتطلع إلى أن يأتي يوم ينقل فيه هذا الخط للمترو عدد كبير من السياح إلى هذا المتحف. نحن في بلدنا نود أن نستمر في علاقة التعاون الطيبة مع مصر على مستوى القطاعين العام والخاص في مجالات مختلفة كالثقافة والبنى التحتية والاقتصاد إلى آخره، وشكرا جزيلا. هي هدية صغيرة نموذج لمركب الشمس الأصلية التي كانت اكتشفت تحت الهرم الأكبر. そうですか。素晴らしいプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。これ写真用だから。